أزمة كورونا التي أزلت الستار على فساد المؤسسات الصحية في عموم العراق وعجزها على احتواء جميع المصابين في هذا الوباء. هنا بدأت الأيادي الخفية في بناء ومساعدة الواقع الصحي في جميع المحافظات العاجزة تجاه المرضى بإشراف العتبة العباسية المقدسة التي كانت نواة انطلاق مشروعها الحياتي في كربلاء وبقية المحافظات الوسطى والجنوبية لزيادة الساعات السريرية للمصابين وبمواصفات ومعايير تنافس الواقع الوبائي للتخلص من هذه الجائحة. فكرة من هذه الرجهات هي زيادة الساعة السريرية للمستشفيات والحاجة الملحة وبطلب من دوائر الصحة ووزارة الصحة. كانت هذا التنفيذ المباشر لمثل هذه الردهات السريعة التي هي بالمواصفات والمعايير الخاصة بالوباء اللي هي طبيعة التهوية وخصوصية المريض والمجامع الصحية الداخلية في ردهات منعزلة. وكذلك جاء هنالك حاجة ملحة في تجهيز مستشفيات ومنها محافظة ذي قار بعد المناشدة من أطباء ذي قار بمعامل معمل أكسجين لتجهيز المستشفى بهذه الإمكانات. ملاكات هندسية تعمل 24 ساعة يوميا لإنجازها بالسرعة التي أذهلت الفساد نفسه بواقع 15 يوما لكل بناية للمصابين. هذه المدة التي كشفت مدى تلكؤ المشاريع الحكومية وتأخيرها في بناء البنى الصحية للمواطنين. مراقبون أكدوا أن هذه المشاريع هي درس واضح وصريح لجميع الوزارات أن العراق لديه طاقات قوية ويستحق النهوض بها أسوة ببقية البلدان الأخرى. كان الأساس عندنا في هذا العمل هو إنجاز المشروع في فترات قياسية زمنية محددة. عزمت كوادرنا على العمل واصلت الليل بالنهار لغرض إنشاء هذا المشروع. المشروع حسب ما مقرر له وفق مقرراتنا الزمنية إن شاء الله سوف نسلمه على الموعد بمدة أسبوعين إن شاء الله. الموقع مزود بكافة المنظومات وحسب المواصفات المطلوبة من دائرة صحة كربلاء والجهة المستفيدة مستشفى الإمام الحسين. حقيقة خطوة العتبات المقدسة في إنشاء هذه المستشفيات كانت خطوة ممتازة جدا، صبت في صالح المجتمع. كانت هذه خطوة استباقية قبل أن ينتشر المرض باشرة العتبات بإنشاء هذه المستشفيات المؤقتة والسريعة. كانت برؤية مستقبلية بأنه بإمكان أن تمر ظروف على البلد وينتشر هذا الوباء وحتكون المستشفيات اللي موجودة في العراق غير قادرة على استيعاب المصابين. لذلك هذا اللي غاب طبعا عن وزارة الصحة وبتخطيطها للمستقبل كان حاضر عند العتبات المقدسة. 24 ساعة يستمر العمل المتواصل في ردهة الحياة الرابعة في محافظة كربلاء المقدسة بإشراف العتبة العباسية والتي أنشئت لإنقاذ المرضى المصابين بوباء الكورونا. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.